مرحبا بكم متتبعينا الكرام على قناة جريدة أصوات. هذا المساء سنستضيف فنانا مغربيا. سي أمين، مرحبا بك جريدة أصوات. الله يبارك فيك اختي ابتسام. عرف الجمهور ديالك أكثر على أمين. أمين العاصمي من مواليد 1970 مدينة مكناس، ونشأت الطفولة ديالي في مدينة فاس. يعني كان لي الحظ انني يعني كبرت في هذه المدينه، لانها يعني معروفه بالثقافه والفن، يعني وهي مدينه عريقه يعني غنيه عن التعريف. ومن بعد يعني حكمت الظروف انني نجي مدينه هي جميله، اللي هي مدينه سلا، اللي معروفه بالفن والفنانين منذ القدم، وهي اصلا يعني مدينه عندها تاريخ قديم جدا. هذا الشيء كيشهد به التاريخ. اكتشفتي الموهبة ديالك؟ الموهبة ديالي بدات منذ نعومة أظافري، لأنني الأب ديالي سي محمد العاصمي يعني هو عازف عود ومطرب، غير هو الأب ديالي يعني ما خرجش للساحة الفنية، يعني كان بعيد عن الأضواء، وبفضله يعني دخلت يعني لهذا الميدان، هذا باب الواسع. وكانت البدايه ديالي يعني منذ سن خمس سنوات انا كان نعزف العود وتنغني. انا باقي عاقل وانا عمري 6 سنوات كنغني الليل ويا ليلى يعاتبني، وانا ما عارفش ليلى يعني انا غير اغنيه عجبتني. يعني 6 سنوات طفل بريء، يعني كانت الاكتشاف ماشي عن طريقي، كان عن طريق الاب ديالي. شنو هما الجوائز اللي حصلتي عليهم في هذا المجال؟ جوائز يعني الجائزه الاخيره كانت سنه 2015 بمهرجان الاغنيه المغربيه اللي كتنظمه النقابه الحره للموسيقيين المغاربه. كان لي الحظ انني غنيت اغنيه شوق وصيله اللي لحنها الملحن سي عبد العيوش، وكتبها جمال الدين مشقرون، الاستاذ جمال الدين مشقرون، كنوجه له تحيه. وخديت بها الجائزه الاولى يعني على صعيد المغرب. قبلها كان مهرجان دبي للتسوق. كنت يعني شاركت مجموعة ديال الأعمال الخليجية، وكنت في نفس الوقت قدمت حتى بعض الأغاني المغربية الشعبية. يعني أنا من الفنانين اللي يعني كنقدر أنني يعني ننفذ موسيقى، واخا تكون يعني واخا انا انسان دارس الموسيقى واستاذ ديال اله العود، ولكن كنعزف الات اخرين من ضمنهم الكمان والاورج وبعض الالات الايقاع. فاحنا الموسيقى الشعبيه ديالنا مقرونه بالكمان، والكمان يعني ممكن نعزفوهاش حنا في المغرب، في الشعبي تيعزفوا كمان على الرجل. حنا تقريبا حنا والجزائريين اللي تنديروا هذه المساله، كاين حتى في الغرناطي كيعزفوا كمان هكا. فكانت تجربة، كان الإنجاز الثاني هو في مهرجان دبي، يعني اللي تم تقديم تروفي، يعني حصلت توافي على التروفي. وكان عندي إنجاز في دوزان سنة 1997 في برنامج نجوم الغد اللي حصلت فيها الجائزة الأولى. وكان مجموعة ديال الإنجازات يعني هذه بالنسبة للجوائز. يعني عاود لينا على التجربة ديالك في الإمارات والتجارب ديالك بصفة عامة. يعني التجارب ديالي بصفة عامة، طبعا الإمارات كانوا عندي تجارب قبل منها في المغرب. لحنت في 1998 قصيدة جميلة جدا من كلمات الأستاذ الله يرحمه حليم الأزامي. هذا صراحة يعني شاعر كبير كيخصنا أننا نفتخر به.
وهذه القطعة هذه أنا راها موجودة حاليا في الخزانة ديال الإذاعة الوطنية، و يعني باش نشوق الجمهور أنه يسمعها. هي في المستوى ديال مدرسة الحب الفنان كاظم الساهر. من خلال التجارب ديالك، كيفاش تمزجتي بين الفن الشرقي والفن المغربي؟ وغادي نكمل الجواب ديالي إذا سمحتي أخت ابتسام، مرحبا. لأنني ما هضرتش على التجربة ديالي، وكانت تجربة مهمة يعني بالإمارات العربية المتحدة. يعني تم اختياري باش نكون من الناس اللي غيمشيو يمثلوا المغرب في المجال الفني سنة 1998، يعني أواخر 1998 وبداية 1999. كنا مشينا المهرجان ليالي دبي، وصراحة كانت تجربة جميلة جدا، لأن هذاك البلد يعني كيبغي الفنانين المغاربة وتحتضنهم، وفي نفس الوقت يعني المستوى عالي يعني ديال يعني الظروف اللي كنشتغلوا فيها في الإمارات، يعني ظروف صراحة عالية المستوى. وهناك يعني التقيت بمجموعة ديال الفنانين اللي يعني كان لي الشرف أنني نشتغل معهم. يعني كانت واحد الأغنية جميلة جدا كتبتها ولحنتها، كان يغنيها الفنان راشد الماجد. هذه مؤخرا قبل الكورونا، انا نزلت باش ناخذ راحه شويه لاني كنت عام ولا تما، فاذا بكورونا تفاجئني، واضطريت اني نبقى دابا حاليا عام في المغرب. دابا انا متواجد في المغرب يعني منذ سنه. بالنسبة للسؤال ديال كيفاش تمجزتي بين الفن المغربي والفن الشرقي؟ غادي نقول لك، هو هذا السؤال زوين عجبني، ولكن الجواب عليه شوية صعيب، يعني لأن كما كتعرفي أخت ابتسام، يعني الإنسان كي يعني خصوصا الفنان كيمر مجموعة ديال الظروف في الحياة. بعض المرات كتضرك هاد الظروف انك تتعلم شي حوايج باش توصل لشي حوايج. فانا يعني وانا تندرس الموسيقى، درس هذه المعلومه ما قلتهاش، انا درست الموسيقى بمعهدين او ثلاث. المعهد الاول هو معهد مولاي رشيد، يعني اقدم المعاهد في المغرب، اللي كيتواجد في مدينه الرباط بالسويقه راه معروف. والمعهد الثاني اللي هو المعهد الوطني طبعا اللي في أكدال. وفي نفس الوقت يعني قريت في واحد المعهد كاين في سوريا عن طريق المراسلة، اسمه معهد التراث العالمي للموسيقى العربية بدمشق. يعني الغريب في الأمر أنني نشوف شنو نقرأ المرشحات نقرأ، ولكن خصني باش نعيش خصني فلوس خصني، دونك كنقدر انني نمشي نتعلم مثلا حتى الموسيقى الشعبيه لان مطلوبه في الحفلات ديال الاعراس، يعني في باغتو، يعني كلشي كيبغي الموسيقى الشعبيه، خصني نتعلم لها. والموسيقى الخليجيه او الموسيقى الشرقيه بصفه عامه، الموسيقى الخليجيه انا يعني في التسعينات قبل ما ينزلوا السيديهات للاسواق، كنت كنتوصل بشرائط كتجيني من العراق ومن سوريا ومن الخليج، بالضبط من البحرين. فهذيك الأغاني عجبتني، ما سبقليش سمعتها. كنا كنسمعوا عز جلال كتغني سيدي يا سيد ساداتي، وكتغني يا غزيلي مفلاه، ولكن ماشي بهذا النيفو ديال فجأة رشيد الماجد ومجموعة عبد المجيد عبد الله ومحمد عبدو طوروا الموسيقى، ويعني من ناحية ديال التوزيع، من ناحية ديال العازفين، فعجبتني الموسيقى ديالهم. هما موسيقتهم صراحة يعني تقنوها، يعني عطاوها يعني حقها، وتعلمت لها. ومشيت لعندهم لأنني عندي يعني ريبرتوار
عندي مجموعة الأغاني كان نتقنها، وبقيت كان نحفظ ما يعني. شاء الله، مسيرة الله موفقة يبارك إن شاء فيك، الله الله سي يبارك فيك أمين. أختي ابتسام. وجهة النظر ديالك، شنو هو الفرق بين الفن الشرقي والفن المغربي؟ وجهة النظر ديالك شخصية. نعم، يعني الفرق هو أن إحنا عندنا مجموعة ديال الإيقاعات. إحنا الموسيقى ديالنا غنية بالإيقاعات، يعني إذا مشينا للأطلس كاين إيقاعهم بوحدو، مشينا مثلا للشرق إيقاعهم بوحدو، مشينا للجنوب إيقاعهم بوحدو، هنا يعني في الرباط وفي يعني عندنا واحد الشعبي ديالنا خاص بينا. غنمشيو لفاس مثلا تلقاو الأندلسي، تلقاو الملحون، تلقاو يعني هما موسيقتهم هما محددة، عندهم حتى هما طبعا بعض الموسيقات ولكن ماشي بحالنا، ماشي بكثرة. الفرق هو أن حنا موسيقتنا مركبة، يعني عندنا الإيقاعات ديالنا شوية صعيبة حنا، هما إلى درجة أن الشرقيين ما تيقدوش عليها. يعني إلى ما عرفش واش نتذكر واحد القطعة فاتت جنبينا ديال عبد الحليم، حاول الملحن انه يعني يدخل واحد الايقاع مغربي في اخر المقدمه الموسيقيه، وما قدروش يعزفوه كما كنعزفوه حنا في المغرب. ف يعني هذا هو الفرق، ان موسيقتنا شويه مركبه. هما الشرقيين موسيقتهم كتمتاز بالعذوبه في الالحان، وطبعا بجمال الاصوات وحتى الشعراء، وعندهم يعني تهما يعني فرق ما بين سوريا ومصر ولبنان، يعني تهما عندهم فرق ما بيناتهم في الايقاعات، ولكن احنا ديك الفرق اللي عندهم هما ما بيناتهم كدول، عندنا احنا كمناطق بلادنا. ما شاء الله الكارير ديالك اللي عاودتي ليا صراحة الله جميل يبارك فيك اختي جدا. ابتسام. ما عمرنا شفناك في التلفزة المغربية، واش كاين شي صعوبات وعراقيل كتواجههم كفنان؟ التلفزة المغربية صراحة ما عنديش معاها مشكل. التلفزة المغربية أنا غنيت في نجوم الغد، غنيت في 98 في مهرجان الربيع بمراكش، وأنا أصلا ما كنتش كنعيش في المغرب، يعني مكنتش غنمشي نغني في لا تلفزيون. صح. وصراحة أنا كانت عندي واحد الفكرة قبل ما نمشي للشرق، ان زعما في الشرق كاين يعني كاين افاق اكثر، وكاين يعني مستوى اعلى وكل شيء، وهذا كان خطا مني، لانني انا يعني تنقول لك التسعينات انا غنيت في التلفزيون، تنمشي هنا في المغرب في الزنقات في مدن اخرى تعرفوني الناس يسلموا عليا، وكاين مجموعه ديال العلاقات وقعت لي بسبب هذاك سميتو. ولكن صراحة أنا اللي مفرط في الجمهور ديالي، وكيعرفوني الناس، ماشي كاين عندي متتبعين وكل شيء، غير هو ماشي في لاتيلي في وسائل التواصل وسائل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي. عاود لينا شوية ديال التفاصيل ديال الأعمال اللي كتخدم عليهم دابا. عندي بعدا أعمال يعني في مستوى عالي، يعني قبل من هاد الأعمال اللي حاليا كنشتغل عليها، من ضمنها اخرها كان فيلم اخلاصون في مراكش، من تاليف واخراج وبطوله الفنان الكبير المغربي سي سعيد النصيري، اللي تنوجه له تحيه هذا المنبر. وكان معنا مجموعه ديال الفنانين من الشرق، يعني من مصر، من لبنان، من سوريا. فهاد التجربة أنا اللي صوبت لها الموسيقى ديال الجينيريك، يعني هاد الفيلم أنا اللي صوبت له الموسيقى ديال الجينيريك، وأنا اللي ختمت الفيلم يعني بأغنية بعنوان رسالة محبة، اللي لقات يعني واحد الصدى طيب من طرف يعني الشرقيين، لأن الفيلم مكيصدعش في المغرب، هذا إنتاج مغربي ولكن عمل مشترك بين بين المغاربه ومصريين ولبنانيين وسوريين. صوبت في هذا الفيلم هذا واحد الاغنيه بعنوان رساله محبه، اللي انا اللي شرفت على تلحينها
وعلى غنائها أنا وبطل الفيلم سامح يسري، الفنان سامح يسري، غنيناها يعني على مسرح. خلقتها كانت يعني كتصور يعني ديال الفيلم، ولكن كانت هذيك السهرة حية يعني. وحاليا أنا يعني في صدد إنتاج أغنية مغربية، وهذا يعني بواحد الحلة جديدة، غنبان للجمهور بواحد الحلة جديدة يعني، حتى من ناحية ديال ستيل ديال الأغنية. ستيل الأغنية مودرن بزاف، لا من ناحية الإيقاع، لا من ناحية الآلات اللي عزفوا، حتى من لحن، حتى الطريقة اللي غنيت بها. وحاليا حنا كنصور لها هذا الفيديو كليب ديالها، ان شاء الله تنزل الاسواق عما قريب ان شاء الله يا ربي. شي كلمه اخيره للجمهور ديالك؟ كلمه كنقول، كنتمنى اني نكون في مستوى ديال هذه الرساله اللي تنحمل على العاتق ديالي. وانا صراحه جد سعيد، واخا يعني حصل لي هذا يعني بسبب الوباء ديال كورونا، يعني انا جيت باش نجلس مده قصيره ونجلس مده طويله، ولكن كانت فرصه انني التقيت مجموعه ديال الاصدقاء فنانين. وحاليا هذه معلومه نضيفها، حاليا حنا كنجددوا لهم ان شاء الله واحد فيلم جميل جدا بعنوان الهربه، وهذا هذا الفيلم غيتصور بين المغرب ودبي، وفيه مجموعه ديال الفنانين المعروفين ما نقولش اسمائهم، الساحه الفنيه المصريه والمغربيه والاماراتيه. وكنتمنى ان هذه الاغنيه ديالي تعجب المغاربه اللي غادي تنزل ان شاء الله حاليا في الاسواق. وكنشكر جريده اصوات على هذه الاستضافه الجميله، الطاقم ديالها ورئيس التحرير، وشكرا. تقدر تغني لنا شي مقطع؟ طبعا عندي العود ديالي، نقدر ندير المصاحبه الى سمحتوا. غادي نغني واحد الاغنيه كتعجبني صديقي الفنان فنان وائل جسار، كنظن انها تعجب الجمهور. Thank you.
نظرة وخيال، وأنا لسه حبيبي بعيش غرام وبقول يا ريت على قد ما مات مناك في يوم ارجع لي اشوفك، بس يوم حاولت انساك يوم بعد يوم ولا يوم نسيت. انا قلبي كنت بخاف عليه، شفتك معرفش جرالي ايه، حبيت وخلاص ما حسكتهاش ولا قلت لي كان حلم ده ولا كان خيال، لا ارتحت ولا بيرتاح لبال، ريحني وقولي ازاي البعض هقدر عليه.